تبشر مكتتبيه صيغة البيع بالإيجار بانطلاق عملية تسليم شهادات التخصيص لفائدة 40,000 مكتتب، حوالي 10,000 مكتتب منها خاصة بولاية الجزائر العاصمة، وهذا عبر المنصة الإلكترونية لوكالة عدل بداية من اليوم. هذه العمليات ستتواصل إلى غاية إسكان آخر مكتتب، سواء من صيغة عدل 2013 أو من أصحاب الطعون الذين قاموا بتسديد قيمة الشطر الأول، وستشمل مختلف ربوع الوطن.